أهلا بالجميع، كنت بقرأ بكتاب اسمه المرء بين الشريعة والحياة لواحد اسمه محمد حبش. محمد حبش هذا صدق أنا ما كنت بعرف من هو، ولكني سمعت عنه أول مرة من خلال الشيوخ اللي بيهاجموه. المهم يعني واحد من الشيوخ اللي هاجموه يعني كان يتكلم إنه هو قال عن الحجاب، إنه نقل نقولات عن الناس بيقولوا عن كشف الجسم وما بعرف إيش. فصار عندي فضول، فرحت نزلت الكتاب وبلشت أقرأ في مسألة الحجاب بهذا الكتاب. فلقيت طبعا الزلمة بينقل فعلا نقولات عن موضوع انه بعض العلماء والأئمة والصحابة حتى اجازوا او فتوا انه يجوز مثلا البنت تكشف اجزاء من الذراع تاعها، بالنصف الذراعها. بعضهم كانوا يتكلموا عن الساقين، وكلم يعني بمسألة جواز الرخص الموجودة في الإسلام اللي بتسمح للمرأة انها ما تلبس حجاب. وكان كلامه باختصار شديد يعني كله مجمله بيعني إشي واحد، نعم ممكن الحجاب هذا يكون واحد من الفروض، ولكن ببساطة من حق البنت تلبسه أو ما تلبسه، هذا الإشي هي اللي بتختار إن هي تلبس أو ما تلبس. وطبعا كل كلامه يعني فقهي يعني بشكل عام يعني وما إلى ذلك، وطبعا جاب كثير أدلة عما يقول إنه حتى الموضوع هذا اللبس هو مجرد فقط اجتهادات شخصية لبعض العلماء. وطبعا ما قال إنه ما في حجاب عشان نكون واضحين، وما قال هيك، قال إنه في أو هذا اللبس، ولكن بشكل عام الموضوع كله كل المسائل تاعت الحجاب كلها فيها اختلاف. هذا هو اللي طلعت منه. طبعا هذا الحكي صدق ما يهمني كثير. انا اللي خلاني حاب احكي عن الاشي اللي قراته بكتابه هو قضية ملك اليمين. يعني انا بعرف طبعا احكام ملك اليمين وحكيت عنها كثير، بس هو صدمني بشغلة انا كنت اسمع فيها زمان بس ما كنت بعرف انها موجودة عن جد بالكتب الفقهية الاسلامية. الموضوع ببساطة بقول انه من حق السيدة اذا كان عندها عبد او كان عندها مثلا خلينا نحكي واحد تحت ايدها، سواء كان عبد او مخصي انه ما عنده العضو، او بشكل عام حدا تحت ايدها، بجوز انه يشوفها وهي مش محجبة. طبعا هذا الشيء انا استغربته بالاول، بس صدقا رجعت النقولات اللي هو حكاها، رجعت مواقع اسلامية فلقيت كلامه صح. يعني هذا الشيء انا يعني صدقا يعني صدمني. هو حتى نفسه شو بقول لك، أود أن أشير هنا إلى أنني غير موافق البتة على ما سأرويه من خيارات الفقهاء بشأن العلاقة بالإماء والعكس، وهي على كل حال غير موجودة في زماننا وما إلى ذلك. هو بقول لك من أول أنا مش محل حكي، بس أنا حنقول لك إياه يعني. فيعني هو بحكي لك يعني بمعنى أنه الفقهاء من الأشياء الغريبة اللي عندهم أنهم ما كان يتساهلوا بطريقة جدا مبالغ فيها فيما يخص موضوع عوات ملك اليمين أو الإماء او العبيد بشكل عام. اما النساء الثانيات بيشددوا عليهم بطريقه غبيه، وهي اصلا من اجل دخل بالشرع الاسلامي. فمثلا هو من النقولات اللي نقلها اللي كانت عجيبه بالنسبه لي وغريبه، وكان يعني اشي غريب جدا بالنسبه لي. يعني مثلا قول زي ما هو كاتب هنا، قال رازي الجصاص في تفسيره: ويجوز للاجنبي النظر الى شعر الامه وذراعيها وساقيها وصدرها وثدياها. وبقول لك بعد هيك، بل ان اطلاق هذا الحكم مضى الى ابعد من ذلك، حتى ذهب بعض السلف الى اسقاط احكام العورات كلها بين طبقتي العبيد. وبعدين بقول لك وانا ليش اللي بيهمني، فافتوا بجواز ان ينظر العبد الى خلينا نحكي السيده، تمام، اللي هي مش عبده. ونقل الجصاص عن عائشه، وهذا شيء صدمني شويه، انها قالت: ينظر الى شعر غير مولاته. وكمان نقل لك كذا، كانت تتمشط والعبد ينظر إليها. والعبد يعني كمان ما قالت لك هل هو مثلا من التابعين غير أولي الآباء من الرجال، يعني هل له شهوة ولا ما له شهوة، يعني ما حكى لك هالإشي، إنه يعني الموضوع مش مربوط فقط لأنه عبد يعني. قال القرطبي، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قال ابن كثير في تفسيره: قال الأكثرون: بل يجوز للمرأة أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. رقيق طبعا هم العبيد، تمام، رقيقة يعني اللي إلها يعني تحت إيدها. وهو واضح في إن مذهب الأولين كانت ترى إسقاط أحكام العورات بين العبيد وبين الكذا، وكذلك بين الناس المش عبيد والعبيد. طبعا بعدين بنقول لك وبقول لك: وقد توسع الإمام مالك في ذلك إلى آخره. بعدين بقول لك: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ فقال: نعم، وإذا كان مملوكا لها أو لغيرها. فجعل المرأة أمام أي عبد من العبيد في حل من حكم العورات. طبعا الخصي
الخاص يعني هو ما عنده مشكلة بالأعضاء تعيته. كانوا زمان حتى أعتقد في الدولة العباسية كانوا يخصوا الناس يعني بشكل عام عشان يدخلوا على النساء وما إلى ذلك ويخدموا عليهم. يعني وطبعا من الأشياء الزبالة اللي كانت موجودة في تاريخنا يعني، بس ما علينا. وفي حديث أن النبي الأكرم الكريم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب. ما علينا هذا الحديث، أنا مش مصدق النبي، مش مصدق الحديث أنا، بس إنه موجود. النبي نفسه أقاها لإشي يعني، إنه عبد دخل على فاطمة وهو ما حكاش إشي وخلاها عادي مش محجبة قدامه يعني. هذا الحديث أنا بصراحة مش مآمن فيه، بس إنه غايب يعني، ما مش مصدق إنه النبي أكرم. طبعا مش عالم حديث فما بعرف صحة الحديث، ولكن أفترض إنه صحيح فأنا بآمنش فيه حتى. بعدين بقول لك انه في ناس ثانيين كمان حكوا كلام ثاني، بس هذا الحكي بهمناش. بعدين بنقول لك حديث بيقول للنبي فيه: احفظ عوراتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، اللي هي طبعا ملك يمين النساء اللي بتزبط تعمل معهم علاقه يعني. طيب اكيد هذا الشيء مش غايب. بعدين بقول لك: والعجيب ايضا ان يمضي بعض الفقهاء في خيار اسقاط احكام العوارض فيما بين الطبقتي الإماء والابصائش، وكذلك بين الحرى والعبيد، رغم الظروف المؤكدة للفحشاء والفتنة في هذه الأحوال، إضافة إلى ما في ذلك من تكريس غير مبرر لمفهوم الطبقية الذي جاء الإسلام أصلا لمحاربته. هذا الكلام برضه عين العقل. بعدين بقول لمحمد حبش كلام مهم: إني أعتقد أن ما قرأه القرآن في مسألة رفع الحاج في العورات بين النساء وبين ما ملكت إيمانهن ليست إلا مثالا ملهما للتأكيد حقيقة إن الحجاب وسيلة ينبغي أو يبتغي بها تحقيق العفاف الاجتماعي، وهي عندئذ أمر يمكن تجاوزه في مضان كثيرة، إذ أدى إلى رهق أو تكلف يعوق حركة المرأة ويثقلها بالآخره. طبعا هسه هو الحكي اللي قصده فيه يعني، هو كمان تكلم عن موضوع الحجاب، انه حتى الفقهاء كمان اجازوا للمرأة اللي تكون مثلا عبدة وملك يمين انها ما تلبس حجاب، بحجة انه هذا ليش؟ عشان ما تتعب. فهو بيقول المفروض احنا كمان يعني ناخذ هاي الاشياء يعني كادله، عشان احنا حتى ممكن نتجاوز الحجاب عشان سهل لنا الحياه يعني. هذا اللي فاهمه منه. وبعدين بقول شغله، وانا فعلا خطط ببالي وانا بقرا كلامه: وفي الواقع فانه لا يمكنني هنا ان اكتم حيرتي من التهاون الشديد للفقهاء الاقدمين عليهم رحمه الله في امر العورات الاماء، على الرغم من المظنه المؤكده للافتتان بالاماء نظرا لظروفهن القلقه وكثرة خروجهن في الحوائج وكونهن في الغالب فائقات الجمال، وهو ما يؤكد أنهم سامحهم الله تعامل مع مسألة الحجاب في تغييب تام لمقصد الشريعة من الدعوة إليه أو إلى. يعني هون انا فعلا استغربت يعني انت هون بتقول لي حجاب وعفاف وبعدين بتجيب لي شغلات غريبه، الموضوع هذا غريب يعني. بعدها اتكلم عن موضوع جواز ابداء الزينه للتابعين او التابعين غير اولي الالباب من الرجال. طبعا الايه هاي طبعا اختلفوا بتفسيرها، حتى هو نفسه قال انه في اكثر معاني الها، بس انا صدقا يعني بميل انها بتشير للناس يا المدلعين يا انها بتشير للمثليين، يعني واحده من الاثنين. بس بقول لك يعني، وهذا الاستثناء الخامس كما هو واضح يخول المرأة هامشا تقديريا واسعا في تقارب من يتعين عليها الاحتجاب من الرجال. فهذا الأنواع من الرجال التي يوردها المفسرون في شرح معنى التابعين والتابعين واسعة ومتوفرة في المجتمع، وهذا بعيد يعيد الاعتبار مرة أخرى للمرأة لتكون هي الجهة التي تقرر احتجابها وتتحمل مسؤولية ذلك. يعني بما معناه موضوع هاي الآية هاي فسرها كثير مفسرين، الناس حكوا لك معناها الغبي، الناس حكوا لك الطفل، ناس ما حكوا لك الشاب أو الزلم الكبير اللي ما عنده شهوة، أو مش شاب عادي واحد ما عنده شهوة. فالآية هاي كانت واضحة إنه يعني إذا في مثلا إنه مسموح هذول الزلام يفوتوا عند النساء أصلا، حتى النبي نفسه حسب الأحاديث كان في زلام يدخلوا عنده من هذول الناس وما كانش يحكي معهم، الا لما واحد فيهم وصف زوجة النبي عائشة على ما اذكر، وصف جسمها او شيء زي هيك، فهون النبي تضايق. بس انه بالواقع هم بيقدروا يدخلوا على النساء. طبعا هسه نفترض جدلا مثلا في شاب موجود ما بيحكي مع وحده ما عنده شهوة جنسية إلها، ما عنده، تمام؟ هل بيقدر يشوفها بدون حجاب؟ يعني هذا السؤال انا خطر ببالي وانا بطلع على الآية والتفسير، انه كمان الآية ما حددت كمان شو هم، والمفسر نفسه متخابط بهذا الشيء. بس ممكن نحكي مثلا اثنين مثلا بيتعاملوا مع بعض وما عندهم شهوة بين بعض، بيقدروا يشوفوا بعض؟ أعتقد أنه عادي بصراحة.
هذا اللي انا شايف، يعني شايف فيها مشكلة للشغلة هاي. بعض التفاسير تمام كمان الإسلامية بتقول إنه لما واحد يجي يخطب واحدة بيقدر يشوفها كاملة، تمام؟ أنا فكرت هذا حكي هبل، يعني ما سمعت واحد شيخك بتقول فأنا استغربت. يعني قال لك لأنه في طبعا نص حديثي النبي فيه بيقول أنت إذا بدك تتجوز وحدة اطلع عليها، حلو؟ واطلع عليها يعني إذا هذا الإشي حيأدي إنك تتجوزها فاطلع عليها. فقال لك قال الجمهور الفقهاء ينظر إلى وجهها وكفيها، قال الحنابل ينظر إلى ما يبدو عند صائش المهنة كالرأس واليدين والقدمين. هسا الثانية هي القوية. قال الإمام الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، شو موضع اللحم يا مضاف بصراحة. وقال داود الظاهر ينظر إلى جميع بدنها، يعني جميع جسمها. ومع أن النص النبوي أورد أصلا قال الحكم الخاص من النظر للخاطب غير ذلك المقال في حياة العامة، فإن عدد من الفقهاء كما ترى أجهضوا هذا الحكم والحقوه بساء النظرين إلى آخرها. يعني هاي الحديث، إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. يعني صار هذا الكلام كله يعني بدلك. طيب بس أنا خلصت، يعني هذا الكلام اللي شدني. طبعا في كلام كثير هو جابه بس ما بدي أنقله كله، مش وقته. فأنا حابب أقول هنا كلامه، هو بيثبت إنه فعلا الموضوع الحجاب في كثير إشكاليات، في كثير تناقضات فيه، بنفس الوقت في كثير اختلافات. وهذا نحن بنحكي دائما انه انت لما تدخل بموضوع الحجاب بالتفاصيل حتلاقي اختلافات. بس بجد منيش هسه موضوع الحجاب، موضوع فعلا ملكية. مين انا دائما بسأل، يعني هسه هم دائما بيحكوا عن العفاف، ودائما بيحكوا عن الشرف، ودائما بيحكوا احنا بنخاف على النساء وكذا، واحنا بدنا نكرم النساء. طب احكام العبودية الملكية مين، وهي ايش اللي فيها يعني عفاف وكذا؟ ما فيها عفاف في الموضوع نهائيا. انت انك بتجيب واحدة بتستعبدها بعدين تظل تنام معها زي ما بدك، هاي مش تكريم هذا. بعدين اذا عن جد هم بدهم ايش الناس تزني وتغلط وتخلف وخايفين، لانه من في اشي كنا درسناه في المدرسة انه الاسلام اجى يحفظ العار كأنه والنسل، مش عارف انا ناسي ايش هم بالضبط الاشياء اللي لازم يحفظها الاسلام جاي يحفظها. فواحدة منهم المهم انه قصة الزنا وهي لها دخل فيه، اعتقد هي العاض والنسل كأنه. فإذا جينا على الصح، يعني أنت هيك لا حفظت منك يمين، لا حفظت نسل، ولا حفظت عاض الناس، ولا حفظت شيء بصراحة. يعني بالعكس أنت هيك عملت لنا مصيبة، يعني عشانك في أصلا إشي اسمه ملك بنت و شو اسم أم ولد مثلا، إنه مثلا واحدة تخلف بدون زواج، يعني لسه الرجال ضاحى من الهبل بصراحة. يعني فيعني أنت بتصفن زي كنت تحكي له مثلا الحجاب. طب أنتوا حتى الفقهاء بيحكوا لك الحجاب أجى عشان هالموضوع، وحتى الحجاب يعني انت شايف كيف العبد بصار يطلع على البنت سواء كانت محجبة ولا غير محجبة، قصدي مش سواء سواء محجبة او غير محجبة، سواء كان مخصي او غير مخصي بيقدر يطلع عليها. طب هذا مش حيشتهيها مثلا؟ انا سؤال يعني جد، مش حيشتهيها مثلا؟ اكيد عنده شهوة، واكيد يمكن اكيد كان بالطريقة الاسلامية ناس كثير ما سؤال الموضوع. طب هذا الموضوع ما فيه حكمة اذا بعض العلماء قالوا فيه، وكونه مع فكره بعض العلماء قالوا معناته هذا الشيء موجود. يعني ما حدا سيقول لي لا، او يقعد يقول لي لا هذا مش هيك الدين، لا، ما دام في رايها قالوا عنده خلاص. ثاني شغله موضوع كمان ملك اليمين، واحده مشيت لي بصدرها وواحده مشيت لي بجسمها مبين وكذا، انا مش هنط عليها، انا مش طبيعي الاشي. واكيد في حالات اغتصاب وشغلات بتخزي كانت تصير، اكيد انا ما شايف واحده قدامي مش لابسه شيء، وانا مثلا 24 ساعة بنام مع المعزة تعيتي فجأة لقيت واحد هيك، شي بيخزي، شي جد بيخزي كثير. انا مش فاهم، يعني انا لما يحكوا لي عفاف وهاي الشغلات انا بصفن زي هيك، انتوا عني عفاف بتحكوا؟ يعني قصدك تقنعني انه واثنين حبوا يناموا مع بعض؟ يعني قصدك تقنعني انه اكبر مشاكلك في دين وحده ما تلبس حجاب، وانه واحد مثلا يمارس علاقه بالطاضي مع وحده، هاي مصايب، وهذا الحكي مش مصيبه؟ انا ما بعرف. على كل حبيت انقل الكلام هذا انه جد صدمني فكره انه البنت وعائشه كانت تمشط قدام عبد، هاي جديده علي، فحبيت اوثقها يعني صدقا كانت غايبه علي. وهذا على فكره الزلمه متخصص بالشريعه الاسلاميه، عنده اختصاصات وعنده دراسات بالموضوع، مش بياع بطاطا. وشكرا.